بص يا باشا، انت ممكن تلاقي هنا في القناه في هبد كتير، ده عادي ممكن تلاقيه في اي قناه رياضيه، بس هنا في مصداقيه. لما اتكلمنا على قصه مايكل اوليز وقلنا ان هو مش قريب قوي لمنتخب الجزائر، كان عندنا اثباتات كتير ان مايكل اوليز مش هينضم لمنتخب الجزائر الا في حاله ان باب المنتخب الانجليزي يتقفل وباب المنتخب الفرنسي يتقفل والجزائر توصل كاس عالم ونيجيريا ما توصلش كاس عالم، لان وقت الاختيار بالنسبه لاوليز كان هيبقى في كاس العالم، ده في حاله ان هو ما جالوش دعوه من انجلترا او من فرنسا. ودلوقتي تم اعلان ان مايكل اوليز جاله دعوه لمباراه ايرلندا الوديه هو وامين جويري لاعب اولمبيك ليون، يعني بسم الله ما شاء الله. الكلام دلوقتي على ان جويري طار هو ومايكل اوليز، بس عادي في داهيه يا باشا، المواهب الجزائريه موجوده في العالم كله، عادي يسقط مايكل اوليز هيجي حد تاني غيره، عادي يعني ما اختارش ان هو يكون محارب واختار ان هو يكون ديك، خلاص خلي الديك يناديك والبس بقى انت والديك يا باشا، اهي لو شمتها في المنتخب الفرنسي الاول. والله غبي يعني، كنت هتلعب في الجزائر مستريح على اي حد، بس مع الاسف الشديد يعني الموضوع بالنسبه لك في فرنسا هيكون صعب. البس بقى عم اوليز، انا من ساعه باتريك فيرا ما قالك مايكل اوليز هيمثل المنتخب اللي هو هيلعب له بقرار عائلي، عرفت ان باتريك فيرا لعب في ودان الواد ومقرر ان هو يوديه منتخب فرنسا، بس خلاص يا عم البس ويلا ان شاء الله باذن الله تتعوض في لعيبه تانية، ومصيرك هيكون مصير حسام عوار ومصيرك هيكون مصير منير حدادي ولاعيبه كتيره قوي يختاروا ان هم يلعبوا لمنتخبات اوروبيه، بس بعد كده فهموا ان هم اتضحك عليهم وكان لازم يلعبوا لاصولهم. عارف لو لعبت في نيجيريا وما لعبتش في فرنسا كنت ممكن احترمتك، بس بالتوفيق ليك وبالتوفيق للمنتخب الجزائري. ودي كانت نهايه قصه مايكل اوليز اللي الناس كلها كانت بتقول لك ان هو قاب قوسين او ادنى من ان هو يمثل منتخب الجزائر، وانا الوحيد اللي طلعت اقول ان الراجل ده بعيد كل البعد ان هو يمثل منتخب الجزائر. انا مش طالع في الفيديو ده عشان اقول لك انا كنت صح، بس انا طالع في الفيديو ده عشان اقول لك ما تصدقش اي حد بيتقال لك الا لما تشوف النتيجه في الاخر رايحه فين، بعدها حاول تصدق اللي انت شفته في الاخر. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ مايكل اوليز هو امين جويري راحوا للمنتخب الفرنسي وما راحوش للمنتخب الجزائري. يلا خلي الديك يناديك تاني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فتعالى كلنا نجيب الديك ينادينا.